شبكي عمو كان زلمة منيح، كان زلمة كتير منيح. ما فينا نغير يلي صار. يلي منقدر نعمله انه نطالع دالجيته من السجن. معك حق، اعطيني سيدي وخلينا نروح هلأ نعطيه للشرطة بسرعة. يلا لحظة، شايفة هالسيدي؟ أنا بعت كل شي عندي مشان أحصل عليه، بس مو مشان تجي بالأخير تضحكي علي وتاخدي مني وتمشي. شو اللي أنت عم تقوله رانفير؟ أنا؟ مو أنا، أنت اللي عم تقولي يا صايبة. قلتي إنك رح تعملي أي شي مشان تنقذي دالجيت، صح؟ هلا عندك فرصة واحدة بس، فرصة لتحافظي على كلامك. شو اللي عم بتقوله رانفير؟ أنا ما عم أفهم شي عليه. رح أشرح لك. إذا بدك هالسيدي بعطيك إياه، بس مقابل هذا الشي لازم بالأول تتزوجيني. أنت أكيد جنيت. أصلاً أنا مجنون فيكي من زمان. ترك إيدي رانفير، عم توجعني. تركتها، بتعرفي مو هيك؟ بتعرفي قديش أنا بحبك، بتعرفي هالحكي منيح. بس أنا ما عندي نفس الشعور تجاهها. طيب ما في مشكلة، كتير عادي هالإحساسات. عم تحسي إنك ما بتحبيني وما بدك يعني، بس لما نرجع على الضيعة مع بعضنا رح تحبيني. مزعوجة لأني خطبت لجاز، ما هيك؟ بس لا تنسي أني بحبك أكتر منها. ليكي، أنا عملت كل هذا الشي بس لأنه شفتك عند بيك بين وكان دالجيت معك. هلأ أنت رح تقدري تسامحيني على هالغلطة الصغيرة. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.